حياكم الله مشاهدينا الكرام. وحديث العالم حاليا فيروس الكورونا، تتضافر جهود القطاعات الحكومية للحد من وصول فيروس كورونا المستجد في البلاد، خصوصا بعد انتشار بدول غريبة منا. يسعدنا يكون معنا اليوم في ليلة الكويت أعضاء من اللجنة العليا الدائمة لتطبيق اللوائح الصحية الدولية. يا هلا ومرحبا فيكم، مساكم الله بالخير، اهلا وسهلا فيكم. مساك الله بالخير، حياك. بالبدايه دكتور مبارك، شنو دوركم في طيران المدني لمواجهه هذا الفيروس المستجد بالتعاون مع وزاره الصحه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الطيران المدني هو اللي يدير مطار الكويت، وهي البوابه الرئيسيه لدخول البلاد. فالطيران المدني دور الرئيسي انه يمنع وصول الامراض المتفشيه من بينها فيروس كورونا الى البلد، هذا بالتعاون مع وزاره كافه الجهات ذات الصله، من بينها وزاره الصحه والمنافذ والجمارك والجهات. فاحنا دورنا كوننا فريق طوارئ، فريق الطوارئ هذا كان مهمته انه يتولى الاشراف على كل مباني المطار ويتاكد من تنفيذ اللوائح الصحيه شركات الطيران والجهات العاملة في المطارات. بالإضافة إلى أن احنا كان من مهمتنا تكوين خطط للتعامل مع الحالات اشتباه وجود أمراض يعني معدية في الطائرات. وهذه خطة كبيرة، إذا في لي وقت أشرحها. أي تفضل. الخطة تبتدي أولا بتدريب الطاقم الطائر على الاسعافات، والتدريب كيف يكتشف الحاله انها مريض مشتبه، يعني المضيفين اللي داخل الطياره، المضيفين ومحطوط لهم الثمان اشياء اللي لو صار ثلاث واربع اشتباه، يعني ثلاث واربع منها يعتقد ان هذا مريض مصاب باشتباه بمرض. في الحاله هذه ايش يسوي عندهم؟ راكبين لهم جنطه خاصه نسميها الجنطه الشامله، فيها كل ما يتعامل معه المضيف مع المريض. نعم. يختلف عن الشنطة الطبية للعلاج الأمراض القلبية والأشياء الأخرى. نعم. هذه فيها الكمامات وفيها اللبس مختصة حق هذا الفيروس، مخصوصة، وفي من بينها أهم شيء بودر خاص، هذا البودر للتعامل مع أي مواد تطلع من المريض. ولا طريقة نعزل المريض ونخصص له مكان الخدمات الخاصة. وفي نوزع على الخمس كراسي من الطائرة الكرسي الصف اللي هو فيه، واثنين أمام واثنين خلف، كرت نسميه كرت تحديد الراكب، يكتب فيه عنوانه من وين وصل وين رايح، علشان بعدين إذا اكتشفنا أن هذا المرض معدي شديد نقدر نتصل فيه في البلد اللي يروح لها. وبعدين لما توصل الطيارة لها مكان ويطلع عليها فريق طبي ويتأكد هل هذا مرض معدي ولا لا. إذا كان مرض معدي يتولى إنزاله والتعامل معه. وبعدين مجهزين أماكن لإيواء بقية الركاب إلى أن يصير التعامل معه. وهذا الأمر مهم جدا أن نذكر أن هذه المهمة ممكن تصير أي طيارة مار على الكويت، ليس فقط الطيارات اللي قادمة للكويت. والكويت في كثير من الطائرات اللي تمر عبر سمائنا رايحة إلى أوروبا وراجعة من هناك. احنا دوليا حسب القوانين اللوائح المادة 28 تقول الدولة لازم تقبل أي استغاثة من أي طائرة، ومستعدين أن نستقبل أي طائرة من أي جنسية كانت. نعم. وعندنا مجهزين أماكن لإيواء هذه الركاب، ومحددين بوابة 9 و10 وبوابة 20 و21 في الحالات هذه نفضيها ونستخدمها للركاب. واللي حصل إذا مسموح لي في الأيام الأخيرة، استخدمنا مبنى الشيخ سعد لهذا الغرض، لأن هذا الركاب من أهلنا ومن ناسنا قادمين إلى المكان. نعم. دورنا طبعا يساعدون عيادات الصحية بالمطار ولجنة اللوائح الصحية في وزارة الصحة وأمن المنافذ. جميل. عندنا والجمارك واللجنة متكاملة تقريبا من كل الجهات اللي تختص في هذا المجال. يعني عندنا مثلا استاذ انور، يعني انتم الجمارك. ايوه. اجراءاتكم في الجمارك، دوركم شنو في هذه؟ دورنا بالجمارك، احنا تقوم الاداره العامه للجمارك ممثله بعضو اللجنه العليا للوائح الصحيه، من تحضر اجتماعات الطارئه اللي تعقدها وزاره الصحه.
واللي بناء عليها تصدر الإجراءات والتعليمات اللي تقوم الإدارة العامة بتنفيذها بالتعامل بناء على توصيات وزارة الصحة مع الإجراءات الأدوات اللي يستخدمها العاملين بالجمارك لحمايتهم كموظفين خط أول. وبعدها أنت بعد ما تحمل العاملين بالجمارك أنت تعلمهم الطريقة اللي يتعاملون فيها مع الأمتعة والبضائع والأدوات الشخصية. نعم. فلازم يكون فيه الحرص يكون موجود بالإدارة الموظفين بالتعامل مع الأدوات هذه أول شيء الخطوات اللي يتعاملون فيها وبعدها ينتقلون حق التدريب حقهم يعني كأساس. لو نبسطها حق المشاهدين احنا نبي نطمن مشاهدينا يعني ما شاء الله وزارة الصحة كفت ووفت بالإجراءات الصحية لكن نبي دور الجمارك أول ما يوصل المسافر من المطار شلون تعاون الجمارك مع وزارة الصحة في التوراد من السفر تورد أمس راد من السفر نبي أول ما يوصل المسافر نبسطها للمشاهد لما يوصلون شلون تعاونكم بالمنافذ الحدودية؟ احنا طبعا احنا جزء من اللجنه يعني احنا اجراءاتنا تكون مرتبطه ارتباط كلي فاحنا الخط الاول احنا نكون بعد الصحه لما يكون على المسافر احنا بعد الصحه احنا يهمنا الامتعه اللي مع الاشخاص او الامتعه اللي بالطياره بالشحن او البضائع فهذين طبعا الاجراءات هذه ناخذ معلوماتها من اللجنه نفسها شنو الشيء اللي ينتقل يعني ايا كان فيروس كورونا او مثلا فيروس ثاني فاحنا تعليماتنا يعني ممكن ينتقل مع الاغراض ما ادري انا هالاجراءات هذه تعليمات وزاره الصحه تبع الى الان لم يثبت ما حصل الشيء هذا بس احنا التعليمات اول وثاني ناخذها من الصحه صحيح. من اللجنه نفسها حلو احنا نروح لوزاره الصحه يعني الحين في دول قريبه منا طبعا يعني حاشا هذا الفيروس شنو الاشياء اللي ممكن انها يعني نتفاداها او ان هل مثلا يقطعون الطيران انه ما تدش الطيارات احنا سمعنا يمكن في دول قريبه مننا صارت هذه شنو الاجراءات اللي انتم في وزاره الصحه طبعا احنا في وزاره الصحه في تواصل دائم ومستمر مع منظمه الصحه العالميه وعلى المستوى العالمي والاقليمي والخليجي مع اخواننا بدول مجلس التعاون على اطلاع باخر المستجدات والتطورات بخصوص التوصيات العالميه طبعا بالنسبة لنا بوزارة الصحة تم اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية مثل ما تفضلوا الأخوان بالتعاون والتنسيق مع جميع أعضاء اللجنة العليا لتطبيق اللوائح الصحية الدولية وننصح في هذا الوقت الحالي بتجنب أو تأجيل السفر خصوصا للدول اللي زاد فيها عدد الحالات أو الإصابات حوالينا نعم. دكتورة سندس يعني يمكن قاعد تقولين مو نايمة مشكورة على تلبية الدعوة هيئتنا تعبانة لكن ودنا أيضا نطمن المشاهدين وزارة الصحة اتخذت إجراءات في غرف للحجر الصحي نعم. ودنا نتكلم عن هالموضوع طبعا حاليا اللي تم تطبيقها منع انتقال الفيروس نعم طبعا مثل ما تفضلوا الإخوان أمس وصلت تقريبا 6 طائرات لإجلاء الرعاية وإخواننا المواطنين في جمهورية إيران كإجراء احترازي ووقائي حفظا على سلامتهم ويعني طبعا احنا خايفين عليهم من الأوضاع اللي في الوضع الراهن والأوضاع اللي متغيرة والمتسارعة في جمهورية إيران نعم. طبعا كإجراء احترازي تم التنسيق مع وزارة الخارجية لإجلاء وسرعة إجلاء الرعاية والمواطنين والحمد لله وصلوا 6 طائرات تقريبا 825 مسافر أو قادم من الجمهورية والحمد لله أمورهم طيبة تم فحصهم وتم يعني طمننا عليهم إن شاء الله وإلى الآن لا توجد حالات إن شاء الله حلو بنروح لإدارة المنافذ والعقيد بدر يعني السفر عن طريق البر عدل إدارة المنافذ إجراءات احترازية أيضا كذلك مع وزارة الصحة نعم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله احنا كجزء وزارة الداخلية من اللجنة لتطبيق اللوائح الصحية نستغل معلومات والتعليمات من قبل وزارة الصحة ومن قبل اللجنة هذه حلو. فإحنا جهة تنفيذية للوائح وأي تعليمات تصدر منها نقوم بتطبيقها على أرض الواقع نعم عساكم على القوة يعني بالعكس يعني اليوم طمنتوا مشاهدينا
طمنتوهم على الإجراءات الصحية يعني كاملة ومتكاملة بالتعاون مع إدارة الجمارك ووزارة الصحة. معنا تقرير الحين مع المشاهدين عشان نشوف مثل ما نقول تقرير عن مرض كورونا، استطلاع ووعي المشاهدين عن مرض كورونا. انتشر بالفترة الأخيرة الكثير من المعلومات عن فيروس كوفيد 19 المعروف باسم كورونا، فحبينا نوضح أن الأخبار لازم تكون من مصادر موثوقة مثل مواقع وزارة الصحة الرسمية. وكان لنا هذا السؤال، شنو تعرف عن كورونا؟ وكان رد البعض كالتالي: مرض بالنسبة لمرض الكورونا مرض معدي، ومرض أول ما انتشر عن طريق الصين، وسمعنا أنه فيه ناس تشافت منه. هو عبارة عن مرض يموت فيه الإنسان حسب ما شفنا بشاشات التلفزيون، أنه يدورون له حل أو علاج، وهذا اللي أعرف عنه. ومرض قاتل خاصة لكبار السن. والله ما أعرف عنه شيء، اللي سمعته مرض منتشر بس لا أكثر ولا أقل، بس ما أعرف عنه أي شيء. مرض مميت وينتشر عن طريق الهواء والأكل. هو يعتبر المرض ينتقل عن طريق التنفس، يعتبر خطر كبير لكبار السن. كانت هذه آراء الناس حول فيروس كورونا والتعليمات الأكيدة عن هذا المرض وطرق الوقاية منه، بنعرفها بتفاصيلها مع ضيوفنا بالاستديو. مثل ما شفنا معاكم استطلاع آراء الناس، ويمكن ناس خايفة من هذا الفيروس، ويمكن الإشاعات وهذه الأمور تصير بكل مكان يمكن قاعدين نسمعها. كلمنا عن دوركم قبل شيء، قبل الاستطلاع كنا نتكلم معاك، كلمنا عن دوركم أكثر واللي تقومون فيه مع وزارة الصحة. احنا كقطاع من المنافذ الجوية والبرية والبحرية نستغل معلومات كأعضاء جزء من لجنة اللوائح الصحية بتحديد الدول، بتحديد أماكن الخطر، فنقوم بتنفيذ هذه التعليمات على أرض الواقع اللي جتنا من قبل. أنتوا كوزارة الداخلية أنتوا مسافر أول ما يطلع سواء من أي مكان، هو أنتوا أول ناس راح تكونون مواجهين، عدل؟ تمام. يعني أنا يمكن شفت الشباب حتى لابسين يعني صح، هذا صح. زيادة حرص أكيد. صحيح. لكن بعد ما يطلع المسافر يكون في من اللي راح يستقبله بعد ما يطلع من الداخلية؟ حسب خط سير الراكب نكون ماخذين المعلومة من الطيارة نفسها، من شركة الطيران عن خط سيره، فإذا كان جاي من الدول الموبوءة نقوم بتحويله إلى عيادة المطار لأخذ الإجراءات الصحية والوقائية بالنسبة لهم. نعم، قاعد نسمع الكثير من المعلومات بين الصحيح وبين المغلوطة، من وين المشاهد يأخذ المعلومة الصحيحة؟ يعني معانا طبعا يعني هالشيء نأكد عليه وايد مهم، ان الاشاعات قاعده تنتشر، ويعني ما له داعي الخوف والقلق المبالغ فيه مثل ما يقولون يعني. وبنفس الوقت الوعي يعني زين بهالوقت، ان الواحد يكون واعي بالدرجه الكافيه، ان مثل ما قلت لكم ننصح تاجيل السفر، الاجراءات الاحترازيه الوقائيه باستمرار غسل اليدين، تنظيفها سواء بالماء والصابون او المعقمات، تجنب الاماكن المزدحمه، ناكد على الحرص على اخذ المعلومات من مصادرها الموثوقه. نعم. احنا عندنا وزاره الصحه مواقعها الرسميه سواء بتويتر ووسائل التواصل الاجتماعي. في خط ساخن؟ طبعا في خط ساخن يتبع وزاره الصحه قطاع الصحه العامه. نعم، وممكن نزودكم بعد البرنامج. نعم، كثير من الناس الحين فعلا كنسلت سفرتها وما راحوا. ايش معنى ايران مع ان هذا الفيروس منتشر بكثير من الدول؟ طبعًا لكن تم الحرص اكثر على ايران. طبعا هالسؤال وايد تكرر لنا وتوجه لنا، وايش معنى ايران وفي دول وايد مرتفع عدد الاصابات او الحالات فيها. طبعا الوضع بايران تغير بسرعه، يعني خلال 72 ساعه من عدد الحالات صفر صار 43 وثمان حالات وفاه. نعم. فيعني هالشيء يثير القلق،
ومؤشر على خطورة الوضع عندهم في الجمهورية. فلذلك حرصا من دولة الكويت على سلامة رعايانا صار الإسراع أو التوصية بتعجيل إجلاء الرعاية. حلو. زين المسافر إذا كان في اشتباه مثلا هل شو الإجراءات اللي تسوونها وزارة الصحة؟ هل تقيسون بس الحرارة وال... طبعا يتم فحص المسافر أو القادم من الدول فحص الحرارة وإعطائه مثل كرت مراقبة صحية ويتم مراقبته أو يعني التواصل معه لمدة 14 يوم في حال يطلع البيت خلال يروح. أي طبعا إذا ما يعاني من أي أعراض راح يرد البيت ويتم مراقبته والاستمرار التواصل معه خلال 14 يوم من تاريخ عودته. نعم دكتور شلون الفرد يعرف أنه هو مصاب أو مو مصاب في هذا المرض لو كان راجع من ديرة أو من أي دولة؟ شنو الأعراض؟ هو الفرد مسؤول عن صحته، فالمعلومات معطالة إن أول شيء ارتفاع بالحرارة، فإذا كان في ارتفاع بالحرارة مصحوب نفس الوقت ضيق في التنفس ومصحوب بوهن شديد ومصحوب بعرق شديد وبداية طلوع بلغم، على الإنسان أنه بسرعة يتوجه إلى المراكز الصحية لأن هذه البداية. قد لا يكون عنده فيروس، قد يكون عنده مرض بكتيري، قد يكون عنده فيروس ولكن ليس بالكورونا، ولكن البداية المواطن هو الخفير على نفسه وعلى اللي حواليه. الناس قامت تتوسوس الحين هالأيام أنا أحب أقول لك يعني أنا نبي نطمنهم. أنا أحب أقول لك الفيروس هذا كورونا إنفلونزا، هو جزء من إنفلونزا، والكورونا هذا موجود في عدة أماكن، يعني موجود حتى مشابه له في الجارة السعودية، ولكن هذا المصدر ماله غير، لكن هذا وجد في مكان وانتشر بسرعة، والناس يمكن عندهم هلع لأن دولة مثل الصين بإمكانياتها يعني ما قدرت أنها تسيطر عليه. فإحنا هذا من حرص الدولة هني، لأن إن دولتنا صغيرة بنحاول أن نحتويه قبل الوصول إلينا. ومثل ما قلت إحنا المطار الكويت هو البوابة الأولى، لو لا سمح الله دخل راح يكون هني، فكان هذا التشديد من الجهات الصحية ومن عندنا ومن المنافذ من الجمارك لمن هذا. بس مثل ما قلت ليش الإنسان خفير، المعلومات موجودة وعليه يتبع يشوف إذا صارت له هذا يتجه إلى أقرب مركز صحي ومن هناك يأخذ المعلومة. نعم دكتورة سندس نبيل نتحدث عن اللجنة الدولية للمنظمة الصحية اللي حضرتك عضوة فيها، أنتوا أعضاء فيها. نعم. لو نتكلم عن الإجراءات اللي تم اتخاذها. طبعا اللجنة هي لجنة وطنية دائمة لتطبيق اللوائح الصحية الدولية وتعددة القطاعات، فيها قطاعات من داخل وزارة الصحة وخارجها، جميع القطاعات الهامة والمعنية للتواصل بهدف التأهب والاستعداد لمواجهة أي من نوع من المخاطر الصحية. طبعا الوضع اللي احنا فيه أكبر دليل على أهمية اللجنة والتنسيق والتواصل السريع فيما بيننا، نشتغل كفريق واحد. نعم. ترتيبكم أو شلون التنسيق بينكم يعني يكون؟ التنسيق والتواصل طبعا أو الآلي، يعني الآلي من اللي أول يعني أول يأخذون الخطوة الأولى بعدين يحولون مثلا على الطيران المدني او الجمارك. طبعا بعدين. طبعا احنا يعني مثل ما قلت اللجنه تضم العديد من القطاعات المعنيه، لكن على حسب الحدث او مواجهه مرض كورونا احنا باستمرار متواصلين مع وزاره الخارجيه ووزاره الداخليه المنافذ والطيران المدني بشكل رئيسي يوميا وباستمرار، ولكن ايضا مع القطاعات الاخرى مثل الاداره العامه للجمارك، هيئه الزراعه وقطاعات اخرى والتجاره. مع هالمعلومات المثرية اللي أثريتونا فيها اليوم طالعين فاصل معاكم مشاهدينا وراجعين، والحديث يطول إن شاء الله عن مرض كورونا وإن شاء الله نطمنكم لا تحاتم. وردينا معاكم مشاهدينا مع فيروس كورونا، وأكيد في لجنة تشكلت دكتورة سندس، حدثينا عن هذه اللجنة. طبعا اللجنة تم تشكيلها بقرار وزاري يترأسها السيد وكيل الوزارة الدكتور مصطفى رضا،
وهدفها التنسيق والتواصل السريع فيما بين القطاعات سواء داخل الوزارة أو في الدولة الجهات المعنية. نعم. بهدف التأهب والاستجابة السريعة للكشف عن المخاطر الصحية. نعم. طبعا يعني احنا من بداية تشكيل اللجنة نعقد اجتماعات عديدة، وهالشيء ساعدنا في لمواجهة مرض كورونا، ساعدنا وايد بالتواصل السريع. احنا ما ننتظر أشياء رسمية وكتب رسمية روتينية، نتواصل سواء بالواتساب أو بالاتصالات، فالكل باللجنة يعرف وين القطاع المعني حق أي مشكلة يواجهها. نعم أستاذ أنور، في ندوة صارت اليوم. صارت اليوم ندوة توعوية، ونشكر الدكتورة على سرعة الاستجابة. نعم. احنا طلبناها خلال يومين وفروا لنا. تقول مو نايمة يا والله الله يعطيكم العافية. الكل نايم. الله يعطيكم العافية، والله ما قصرتوا. سوينا لنا، هي خاصة بالناس اللي موجودين بالخط الاول، اي الاجراءات يعني الناس المحتكين. فاحنا موظفين الجمارك يعني كان حرص من الدكتوره ان تصير في لجنه توعويه، وفيت اليوم سوت ندوه عندنا بالجمارك وحضورها يعني عدد كبير من المفتشين، وتم شرح التعامل مع الفيروس من لبس القفازات، الكمام، اذا زاد يكون اللبس الحامي، الاجراءات الوقائيه، الاجراءات الوقائيه. ويعني صراحه يعني انا يعني أوصي إخواني بالجمارك على الحرص بالشيء هذا، يعني لا تكون أول من يصاب. نعم. لا تكون أول من يصاب، يعني أنت كثر حرصك أنت توقف الشيء عند حده. أنت بالوجه. أي بالوجه. أنا أوصي الطيران المدني بعد والداخلية هم معانا، بس إحنا لنا بالجمارك، فأنا أوصيهم بالحرص، ويعني نقل المعلومة هذه. نعم، يعطيكم العافية. أنتم طمنتوا الناس بالمطار، لكن اللي قاعدين عبر الحدود البرية، يعني العقيد لو تحدثنا. احنا بالنسبة للمنافذ البرية حاليا الحدود مع العراق ومع الجارة السعودية، الدولتين هذه لم يعلم فيها إصابات لله الحمد والمنة، الحمد لله. فماخذين إجراءاتنا واستعداداتنا مع بالتنسيق مع وزارة الصحة، وكذلك بالمنافذ المواني البحرية. نعم. هم هناك تنسيق بين وزارة الصحة ومع مؤسسة المواني، لأن المنافذ البحرية من إيران بعد. أي في منافذ من إيران، فإحنا ماخذين إجراءاتنا حسب التعليمات الصحية، متى نرفع الدرجة ومتى ننزلها حسب التعليمات من اللجنة. نعم. قواكم الله، أكيد يعطيكم العافية. دكتورة، إذا في كلمة أخيرة تحبين توجهينها. نشكركم على هاللقاء وما قصرتوا على الاستضافة. طبعا احنا نأكد أن الإشاعات الكل يتعاون عشان يعني نتصدى للإشاعات. أجلوا سفرهم الناس ما بيسافروا، الشيء وايد مهم، الوعي زين بتأجيل السفر، لكن بنفس الوقت مثل ما قلنا يعني نطمنكم إن شاء الله الأمور مطمئنة بالكويت، إن شاء الله احنا مطبقين جميع الإجراءات الاحترازية عالميا، المطبقة عالميا. نعم. ويعني أهم شيء الإشاعات انها يعني ما تنتشر، نحد من انتشارها ونتأكد من مصادرها الموثوقة. أكيد. أكيد الكويت سباقة دائما في هذه الإجراءات، وأكيد تتبع الإجراءات العالمية. أكيد. هذا شيء معروف عنا بالكويت، وبجهودكم اللي تشكرون عليها وزارة الصحة وزارة الداخلية وأكيد إدارة الجمارك، كل الشكر لكم. ونقول حق مشاهدينا اليوم بعد هذا اللقاء المثري جدا أن يتابعون أكاونت وزارة الصحة عشان يأخذون المعلومات الصحيحة الغير مغلوطة. مشاهدينا إن شاء الله نكون كفينا ووفينا معاكم اليوم في الحديث عن فيروس كورونا، ونكون طمناكم شوية. عليكم بالعافية، سافروا وإن شاء الله ما كلك الخير. تصبحون على خير، ونشوفكم باكر إن شاء الله.